قليت مقول الدوره مزوارو اللي تحتفل نادي النسويس في مناسبه يوم العالمي للمراه. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ينظم النادي النسوي بأولوس تحت إشراف المندوبية الشبيبة والرياضة بتردان أياما ثقافية اعترافا لمكانة التي تلعبها المرأة القروية داخل المجتمع. أحبابي نوي يغتاون ورياك الفن طيب هذا نقي وكذا نغيسو ولا أحبابي نوي يغتاون. تطوع النادي النسوي بأولوز من أجل الرقي بالمرأة القروية وذلك بتنظيم حفلة فنية ومعارض لمنتوجات التي ستبدع النساء المنطقة من ملابس واكسسوارات وحلويات لغير ذلك. لذا نشكر جميع المؤطرات التي تساهمنا في هذه المبادرة والمديرات المؤسسة ولطيفة حصي وجميع الناظرين. ترنت لا يركدنا ويبيه.